بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين، في هذه الحلقة إن شاء الله نستعرض عملية فحص لنخلة لأحد الأصدقاء. وصلنا منه بلاغ بأنه في جفاف في أحد الرواكيب، أو ما يعرف محلياً بالراكوب أو الكاروب، تسميات مختلفة للنموات التي تحدث أو تتم في جذع النخلة. لاحظ هذا الجفاف، مهندس بدر لو تركز على هذا الجفاف، السعف الجاف، هذا دليل على وجود نخر أسفل قاعدة الراكوب، قد يكون لحفار العذوق وقد يكون لسوسة النخيل الحمراء لا سمح الله. فحتى يتبين معنا لابد نفحص بشكل جيد. هذا يتخلع السعف، سعف الراكوب، نشوف هذا الراكوب يتخلع بسهولة، هذا دليل على الإصابة بسوسة النخيل. لاحظ عملية التغذية، وتوجد عذراء أيضا للأسف سوسة نخيل، يعني الآن أصبح ما في مجال للشك، وهذه العذراء إصابة حديثة، يعني هذه تحتاج إلى فحص تنظيف الآن ومعاملتها بالمبيد. عن الإصابات بالسوسة لا تستثني النخيل في المنازل. هذه الشرنقة، طبعا الآن يوجد يرقات في جذع النخلة، في إبط هذه الورقة توجد يرقات تتغذى داخل الجذع. الآن يجب أن تنظف هذه المنطقة وتغرق بالمبيد، مبيد حشري يعمل بالملامسة حتى نحمي النخلة وننقذها من الهلاك. شكرا جزيلا.